لؤلؤة خط الاستواء، هكذا وصفت جمهورية أندونيسيا التي تقع في جنوب شرق آسيا وتضم قرابة 17508 جزيرة. عدد سكانها تجاوز 252 مليون نسمة، ما جعلها تصنف رابعة أكبر دولة في العالم من حيث الكثافة السكانية بعد الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية. جاكرتا هي عاصمة جمهورية أندونيسيا، هي المركز الاقتصادي والثقافي والسياسي، تقع في الجهة الغربية من جزيرة جاوا. هي المدينة التي لا تنام، والترفيه على مدار الساعة تكسوها الأضواء المتلألئة المنبعثة من ناطحات السحاب الحديثة المنصهرة مع الموروث الأندونيسي، ويتوسطها النصب التذكاري. جاكرتا يقطنها أكثر من نصف سكان البلاد، عامل صنفها كأكبر منطقة حضرية آهلة بالسكان في العالم. اكتظاظ مروري تشهده يومياً شوارع وأنهج جاكرتا، خاصة في ساعات الذروة. بعضهم يلتجئ إلى الدراجة النارية لربح الوقت والتنقل السريع، فتغمر العاصمة سيول من الدراجات تزاحم السيارات في مشهد تعلن فيه جاكرتا أنها واحدة من أكثر المدن النابضة بالحياة. واللافت أن الاختناق المروري لا ينعكس سلباً على مزاج السائق ولا المترجل، بل تقابله وجوه باسمة من الطرفين لتطغى ميزة الشعب الأندونيسي. جمهورية أندونيسيا تتكون إدارياً من 34 ولاية بها فسيفساء من الأعراق والثقافات والديانات واللغات، تجاوز عددها 869. يقابله تعايش وتسامح واحترام الآخر العلامة البارزة في هذه الدولة الشرق آسيوية، إذ تجد المساجد والكنائس والمعابد شعار أندونيسيا في ذلك الوحدة في التنوع. كما أن أكثر من 85% من سكان أندونيسيا يعتنقون الإسلام، ما يفسر وجود أكبر المساجد وأشهرها في العالم، منها مسجد أمير المؤمنين بمكسار في جزيرة سولاويسي لقب بالمسجد العائم. كما قلنا اليوم العلاقات التونسية الأندلسية بالطبيعة في ستينية العلاقات هذه، فرحانة برشا وسعيدة جدا باستقبال السيد باسكارو بارا براماداني ملحق اقتصادي، والسيد أريس غيفاري. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور التونسيين. سلامة باج. سلامات باجي. سلامات باجي. سلامات باجي. إذا هذه تحية منا، صباح الخير بالطبيعة بالأندونيسي. اليوم سعداء أنكم تكونوا حاضرين معنا. الحقيقة صار تغيير في البرنامج بسبب الحادث الأليم اللي تعرضوا له واستشهاد أعوان الحرس الوطني، ومرة أخرى نقول الله يرحمهم وينعمهم. لذا غيرنا في البرنامج، كنا محاضرين حاجات أخرى. اليوم باش نحكيوا معاكم خاصة مع السيد باسكورو إذن على العلاقات التونسية الأندونيسية، طبيعة هذه العلاقات 60 سنة اليوم على العلاقات الدبلوماسية، كيف يجدون هذه العلاقات؟ bisa disampaikan tentang bagaimana kondisi hubungan diplomasi 60 tahun ini. First of all, on behalf of the Indonesian people, I would like to convey our deepest condolences to the tragic loss of the three Guard National in their duty of escorting the Minister of Interior. Rest assured that the
Indonesian people will always be the Tunisian people in the morning times. شكرا لك وباش نترجم مثالش معاك لانه يقول انه يقدم بتعازيه وتعازي بالطبيعه للشعب الاندونيسي بالطبيعه بمناسبه الحدث الاليم اللي تعرضوا له بالطبيعه سياره الحرس الوطني واستشهاد ثلاثه من الحرس الوطني وربي يشفي الجرحى ان شاء الله زوز بالطبيعه. واليوم هو يمكن حدث يخلينا هذه العلاقات نتأزروا كشعوب مع بعضنا. كما قلنا حبيت نسألوا على العلاقات التونسية الأندونيسية. Talking about the diplomatic relations between Indonesia and Tunisia, actually we have very strong relations because the relations between Indonesia and Tunisia has been started even before the independence of Tunisia. Mm-hmm. Indonesia is one of the country that always support the independence of Tunisia at that time. Mm-hmm. So that show that our relations politically is very strong, and in economic side. We are negotiating the preferential trade agreement at the moment. We hope that we can sign the agreement by the early of 2021. Mm-hmm. And in the last 2 months, we also conducted the virtual business meeting together with the Chamber of Commerce of Industry of the Bizet province and also with CPEX. So mm-hmm. that we hope that we can boost our trade relations and economic relations. Nah. And culturally, we have a lot of agreement. Just to translate, sorry, معناتها للترجمة علاقات كبيرة برشا بين تونس وأندونيسيا. كنت حاجة هكا عاوني أريس. علاقات تونسية أندونيسية قديمة منذ قبل الاستقلال بالطبيعة، وكانت أندونيسيا من بين الدول اللي ساندت تونس خاصة، وهذه بالطبيعة علاقات عميقة وكبيرة برشا بين الشعب التونسي والشعب الأندونيسي. كذلك بالنسبة للاقتصاد، إن شاء الله في 2021 عديد الشركات ان شاء الله باش تكون بين تونس واندونيسيا في المجال الاقتصادي وكذلك الثقافي. هكا صحيح صحيح. بس نزيدك شويه. ايه؟ على الصعيد الاقتصادي معنا في الفتره الاخيره احنا نتفاوض الحكومتين الاندونيسيه والتونسيه على انهاء اتفاقيه التجاريه التفضليه والتي نتوقع ان من توقيعها في اوائل عام 2021. نعم. بالنسبة للملابس حتى الناس تاخذ فكرة انه اليوم هذه ملابس تقليدية كان صحيح. تعطينا اكثر على الخصوصية. كنا شفنا الكوب اللولاني، كانت قلنا من اي منطقة وخصوصية الملابس هذه؟ من منطقة الجو الغربية. نعم. كما تعلمون ان اندونيسيا من برس الجزيرة، وهذه الجزيرة من جزيرة العاصمة من الجو الغربية، ويعد هو اللباس التقليدي الرسمي للحفلات للزفاف. للزفاف، هذا اللباس الخاص بالزفاف للمنطقة هذه. نعم. نرجع إذن مع سيد بسكرو، يمكن ناخذ أكثر فكرة اليوم على الجانب الاقتصادي. قلنا فما إن شاء الله شراكة بين الحكومات، الحكومة التونسية والحكومة الأندونيسية، وبطبيعة علاقة تاريخية بيناتنا. مهم برشا اليوم الجانب الثقافي، يمكن ما هي الخصوصيات اللي تجمعنا؟ beliau sampaikan tentang bagi dari segi kultural kerjasama kultural antara kedua negara apa yang yang ada kesamaan antara Indonesia dan Tunisia. Cultural section, actually we have already a lot of agreements in the fields of for example education, sports, agriculture, and also research and technology. And Indonesia always participate in some of the festival in Tunisia, for example for the leaf or Tunis, and also for the leaf pur angfang our spots and festival tabarka festival festival sahariong tatuin etc.
الحقيقة يقول علاقات كبيرة برشا، خاصة من خلال التشارك والتعاون الثقافي. اليوم في عديد من المهرجانات، حاضرين في تبرقة، حاضرين في صفاقس، حاضرين في تونس في العديد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية. مهم برشا أنه هذا التعاون وكذلك العلاقات الاقتصادية وفي البحث العلمي زادة، فما دي بورس يذولي تعطيهم زادة للطلبة. صحيح. نعم، فما خاصة المجال التكنولوجي. باهي، احنا ديما كل مرة ناخذ طلبة بتبيع على اللباس التقليدي هذايا من أي مكان ولماذا يرمز؟ اللباس التقليدي هذا من مازال من منطقة الجاوة الوسطى. جاوة الوسطى، أنا جاوة مقسمة على الجاوة الغربية الوسطى والشرقية، هذا من منطقة الجاوة الوسطى. نعم. هذه وهو خصوصيته جمال اللون الأزرق، نعرفه البحر معناتها. فما تشارك بين تونس وأندونيسيا. صحيح. في الجانب السياحي. السياحي يمكن اليوم أنتم رائدين في السياحة وكذلك اقتصاديا، معناتها أندونيسيا معروفة. هل فما تحس فما خاصة في الجانب السياحي فما سواح يجيوا من أندونيسيا لتونس؟ خاطر تونس يمشيوا لأندونيسيا بالطبيعة. احنا فما mereka beliau sampaikan tentang apakah ada kerjasama dalam bidang pariwisata, apakah orang wisatawan Tunis datang ke wisatawan Indonesia datang ke Tunis. Long this time there is always an exchange in tourist in the tourism sector, and every year Indonesia always conducted the family reception trip. So we invite some representative from Tunisia to visit Indonesia to see the beauty of of Indonesia. And on the contrary, some Indonesian also we are trying to have a cooperation in the in the tourism sector to get more Indonesian to visit Tunisia. معناتها يقول لي فما دعوة تكون سنوية العديد من التوانسة باش يكونوا حاضرين بالطبيعة في أندونيسيا حتى يكتشفوا الثقافة والسياحة الأندونيسية والأماكن الجميلة في أندونيسيا، وكذلك زاد أندونيسيين يكونوا في تونس لأجل ربط هذه العلاقات التونسية الأندونيسية، تطعيمها أكثر لتكون خبرات حتى في المجال السياحي باش يكونوا حاضرين بحذا بعض. معناتها هل فما نقاط التقاء على الأقل حسب الخبرة متاعك وعيشتك في تونس، فما نقاط تجمع تونس وأندونيسيا، التونسيين في حياتهم والأندونيسيين؟ beliau sampaikan apakah ada kesamaan antara kehidupan di Tunisia dengan kehidupan di Indonesia. Yeah, of course we share the same culture of, because Indonesia is the most populous Muslim country in the world. Recently, we also conduct the market research, and we are very happy that that many Indonesian, many Tunisians knows that Indonesia is a Muslim country, and that's the thing that we share our culture. Beside of that, both countries have the richness of culture. يقول لي الحقيقة الشعب الأندونيسي ومسلم، هذا يجمعنا الدين الإسلام، يجمع زوز شعوب بالطبيعة وعلاقات كبيرة، وهو فرحان برشا أنه فما تواصل بين الشعوب هذية بين تونس وأندونيسيا والتقائهم بالطبيعة كمسلمين مع بعضنا. نذكر السادة المشاهدين اللي قاعدين يشاهدوا فينا بالطبيعة اللباس التقليدي، كنا جدا تعطينا فكرة على هذية اللباس، مشينا من الأزرق تولى أو هكا أخضر، يذولي منطقة أخرى بالطبيعة. خديجة من منطقة السومطرة، جزيرة سومطرة. سومطرة أي معروف، هذه نعرفها. معروف منبع هما يسميوا رئة العالم خطر في الغابات. في الغابات. نعم، هو كاللون الأخضر حاضر في اللباس. هذا يلبسوه عادي معناتها اللباس التقليدي. التقليدي. تاع اليومي. تاع اليومي وهذا في مناسبات. في مناسبات. مناسبات معناها. نعم. استضافة الضيوف كما به. نواصلوا نشاهدوا بطبيعة مجموعة أخرى من الملابس التقليدية، وكما شفنا فما تعاون كبير برشا كما قلنا بين وعلاقات وطيدة بين الشعب الأندونيسي والحكومة الأندونيسية والحكومة التونسية بطبيعة من خلال هذه 60 سنة على العلاقات الدبلوماسية التونسية الأندونيسية. يمكن اليوم كيفاش تشوفوا المستقبل؟ bagaimana mengharapkan kedepannya hubungan kedua negara. We really hope that we can grow stronger in cooperation, we can deepen our relationship.
in many sectors, in economic sector, in cultural sectors, because as we know that we share the same culture, and it really helps the people, the Indonesian people who live here, because we share the same culture, and it really helps. It can prevent the hardness to live in Tunisia. Thank you. إذا العلاقات يشوفها علاقات مزدهرة إن شاء الله باش تكون فيها برشا رغبة للتحسين للأفضل لزوز بلدان خاصة العمل المشترك يكون إن شاء الله إن شاء الله نشوفه هذا خاصة في الإيكونوميكلي معناتها اقتصاديا كذلك وفي الثقافة cultural زادة relationship تكون أحسن وتكون أقوى بيناتنا إن شاء الله هذية من نتمناه بالنسبة للباس التقليدي هذية يظل يهزنا منطقة أخرى نمشي للشمال وإلى الجنوب لا هذية من غرب زادة أم الغرب من سمطرة غربية من مدينة بادان هذية ملابس متاع الزفاف هذه ملابس الزفاف هل تعطينا فكرة من كل منطقة هذية باش تتميز مدينة بادان معروفة بمقلتها البنينة الأكلة حضرنا زعما حاجة شيف فرحان فيها من بادان ولا لا؟ إن شاء الله فما إن شاء الله فما لازم بعد يقول لنا مع شيف أسمى شنو بالطبيعة الأكلة اللي من بادان يظهر لي ما زلنا باش نشوفوا ونشاهدوا مجموعة أخرى من الملابس إذا نواصلوا بالطبيعة استضافتنا لضيوفنا ضيوف الترزة الوطنية من اندونيسيا وسعداء انهم يكونوا حاضرين معنا والحقيقه شكر كبير برشا ليهم على تعاونهم معنا وعلى هذا الحب الكبير اللي حسيناه خاصه يحبوا يوصلوا الثقافه والعادات والتقاليد الاندونيسيه شوفوا هذا لباس جميل جدا يظلي للرقص هذا اكثر صحيح نعم رقص التندراواسي احنا اسمها من مدينه البالي البالي طبعا بالي نعم بالي هي من القبلات السياحيه المهمه في العالم صحيح. نعم وهذا رقص التندراواسيح يحكي على كيفاش معنى يتمثل في طائرة الجنة في الطائر وعنده خصوصية رمز جنة. الطائر عندكم نعم الطائر عنده رمز بالطبيعة للحرية صحيح والسلام والسلام كذلك ونشوفوه لباس جميل جدا مزخرف وكل هذه ممكن كنا اليوم لأن الظروف استثنائية فكنا صحيح محضرين صحيح. مقطوعات ومعزوفات وكذلك رقص لكن اليوم تعرفوا الظرف بالطبيعة لذا اقتصرنا على هذا الحضور وحضور الحقيقة مشرق وأشرقتونا يومنا وببرشة طاقة الحقيقة شكرا. إيجابية يعطيكم الصحة باش نخلي كلمة الختام لسيد باسكارو براماداني اللي هو الملحق الاقتصادي شنو هو الرسالة اللي يحب يقدمها اليوم للشعب التونسي من الشعب بطبيعة باسم الشعب الأندونيسي لا sampaikan apa pesan apa yang ingin disampaikan memperingati tentang 60 tahun hubungan diplomatik ini. Yeah, of course I would like to say happy anniversary to all of us to Indonesian and Tunisian because as we know that this year we celebrate the 60 year of diplomatic relations between Tunisia and Indonesia and we hope that we will have even stronger relations in the future. كل اللي هو سعيدين برشا بالاحتفال بستينية العلاقات الدبلوماسية التونسية وإن شاء الله العلاقات تزيد تتمثل أكثر وتكون أفضل بطبيعة بما فيها بطبيعة الخير للشعبين التونسي والأندونيسي وللحكومات الزوز شكرا لك أريس أعطيك الصحة شكرا وكذلك سيدة باسكارو شكرا زادة للعارضات والعارضين اللي كانوا حاضرين معنا وبطبيعة ما زلنا مواصلين مع بعضنا الحديث على اندونيسيا لانه بعد حين باش نزيدوا نشوفوا مقتطف اخر من خلاله ناخذوا فكره على العادات والتقاليد الاندونيسيه من خلال كما قلنا الجوله اللي باش تهزنا فيها زميلتنا ايمان بن عمر من قسم الاخبار اللي كانت موجوده بتبيعه وزارت في بعثه للتلفزه التونسيه زارت اندونيسيا ورجعت لنا الحقيقه بحاجه حلوه برشا فيها نظره التونسي وجماليه اندونيسيا
وشيف فرحان. مازال مواصل معنا مع شيف أسماء باش ناخذوا أكثر تفاصيل. والحقيقة حبيت كذلك أن نشكر كذلك مدام ريم يعطيها الصحة على المجهودات اللي قدمتها معنا خاصة في التنسيق، وتأقلمنا بالطبيعة مع الظرف الاستثنائي هذايا. باش نمشي ونشاهدوا مع بعضنا إذن التقرير هذايا ونواصلوا بقية استضافتنا. موقع جمهورية أندونيسيا على خط الاستواء يجعلها ذات مناخ مداري وعرضة للبراكين بشكل متكرر، حيث يوجد أكثر من 150 بركانا نشطا. ورغم ذلك يساهم الرماد البركاني في الخصوبة الزراعية العالية. جمهورية أندونيسيا تحتل المرتبة 16 عالميا من حيث المساحة، وتغطي الغابات 60% منها، كما توجد مساحات شاسعة من الأراضي البرية تجعلها ثاني أعلى مستوى للتنوع البيولوجي في العالم بعد البرازيل، هذا فضلا إلى كونها غنية بالموارد الطبيعية. مدهش ميزة جمهورية أندونيسيا أيضا، إذ تجد المحيطات والبحار والجبال والمرتفعات بمسافات متقاربة، ما يمكنك من زيارة بيئتين مختلفتين في ذات الوقت. كل هذه العوامل الديمغرافية والطبيعية والمناخية والثقافية والتاريخية ساهمت في نمو اقتصاد جمهورية أندونيسيا، لتصنف وتوصف بمختلف العبارات الدالة على تطورها، منها قوة اقتصادية صاعدة، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، العملاق الاقتصادي القادم من شرق آسيا، أحد الاقتصاديات الناشئة في العالم. ينضف إلى ذلك كونها تعد أحد الأعضاء المؤسسين لأزيان وعضوا في مجموعة العشرين. يعتمد اقتصاد جمهورية أندونيسيا بالدرجة الأولى على الصناعة، لذلك صنفت كدولة صناعية جديدة، ثم الفلاحة، وتعد من أهم بلدان العالم المنتجة والمصدرة للأرز والذرة والبن والكاكاو والتوابل وجوز الهند. الاقتصاد الأندونيسي هو 18 عالميا من حيث الناتج المحلي، وجمهورية أندونيسيا مرشحة لتكون سابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول سنة 30 و2000. عسلامة مرة أخرى، ورجعنا لكم مع شيف فرحان. وأنا فرحانة على خاطر فما برشا نقاط مشتركة بين الكوجينة التونسية والكوجينة الأندونيسية. صدقا وللأمانة أول مرة نذوق حاجات أندونيسية هكا مني ليها، وتكون مش في مطعم، يعني تكون مخدومة بطريقة فيها هكا الجانب المنزلي اللي نحطه فيه برشا من روحنا. عكس برشا مثلا ساعات نسمعوا مطبخ فلاني نقولوا احنا ليه لم يشبهناش وأبيض وما ناكلوه وشو ما. الكوجينة الأندونيسية تتميز بحاجة اللي هي مشخشخة كما احنا نقوله، يعني مدلة، فيها برشا مطعم، فيها برشا بنا. اللي ما يحبش البارتي الحلوة كيفي انا ما يكثرش منها. الكاتشوب الحلو مثلا نجمو حتى نستغناو عليه ونخليه كاتشوب مالح. صحن كيما هذايا اللي هو شو اسمه ساتي ايام، اي ساتي ايام هذايا اللي فيه البروشيت اللي هما بتاع الدجاج نتاعنا. طريقه التقديم ياسر مزيانه، وبنا ما نحكي لكمش اكل حموريه نتاع الدجاج اللي انتم ديما تفركسوا عليها. راهي اليوم عطاكم السر نتاعها اللي هو الكاتشوب نتاعهم، ندهنوا به يعطيكم اللون المزيان، ريحه ياسر بنينه وحاجه خفيفه. الصوص اللوطانيه انا متاكده اللي باش تعجبكم على الاخر، كما قلت نجموا نسرقوا شويه هريسه نزيدوها اذا كان نحبها تتونس هكا شويه وتكون فيها الليجوم نتاعنا. ما نكونوش ضد كلمه الضد هذيك وكلمه لا، نجربوا ونذوقوا كيما هذايا كان تبعتونا من اسهل ما يكون. توا باش نرجعوا لل مي غورينغ، المي غورينغ نودل. النودل توا كملنا المرحله الاولانيه، مساش نذكرهم فيسا اش عملنا. ايه بعد نذكرهم ندافع نذكرهم مثالش مساج الاول. الطريقه الاول
حط البصل وبعد حط الثوم وبعد حط الكروفيت اللي هو هنا ملاحظة نجم نعوضه الكروفيت بالدجاج وإلا باللحم كل قدير وقدره ترقول كل قدير وقدره كل قدير وقدر وقدر بالضبط نكملوا وبعد الخضروات يعني فما الكروم سفينيريا وال بصل أخضر ولا لا 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 مش أخضر الاسم الأخضر سبقي سبقي اي بصل سبقي دي ما نسيت لا يزمك تنسى يزمك اليوم تخرج حافظ على الأقل كلمات وبعد كيتشاب وأويستر صوص بالضبط اي اللي هما الفرق ما بيناتهم قلنا واحدة حلوة وواحدة مالحة احنا نميلوا للي نحبوا نعملوا المالح ولا الحلو حطينا قليناها مع بعضنا مع بعضهم خلي هكا وبعد حطينا فلفل اخضر فلفل اخضر بالضبط اذا كان تحب حار وحط لا احنا تحب حار على الاخر تحب حار احنا نحب حار اي احنا نحطوا الحار احنا باش نحطوا حار باش ما يجربوش ويقولوا لا ماهيش نتاعنا احنا باش نحطوا شوية حار اوكي حتى انت لازمك تولي تحب حق نعم انا زين شو نحطه طب وبعد خط الاندومي هنا اي نضيفها هذه النودلز نودلز تتباع كما قلت لكم و... وللي عجبته الرسائل ومش باش يلقاها يقوم يعمل مقرونه ما يسيرش يصمت شويه مقرونه سباجيتي سباجيتي ما يسيرش نقص شويه شكرا طوا باش نكملوا الخلطه مع بعضها باش تاخذ امانه باش لاحظت حاجه ما نعرفش النجم نحط شويه فلفل اكحل نجم خاطر انا الفلفل الاكحل عندي انا نزيدوا رشه فلفل اكحل هو انا عاده ما نحبش شكون يحط يا امانه ميسرج حط التشيكن باودر اللي هو اللي هو شنو المكون المكونات تشيكن باودر دجاج باه يعني مطعم الدجاج مع الكروفيت يجي بنين بنين باه زيد كاتشاب نزيدو اللون ياسر مزيان باش يجي اللون ياسر مزيان اويستر صوص احنا ركزنا على اللي تملاح اكثر من مالح من حلو فقط هوني ما نحطوش الملح يمكن على خاطر دجاج ملح خاطر هذه ملح هذيك ملحه والتشيكن باودر اللي هو شيلي صوص الحار حار قول محرحر حار حرحرة حار حار باه نخلطها نعملوها محرح خلطناها راهي بنينه بالحق حاجه ياسر مزيانه وحاجه مشخشخه وبرشا خضره كما قلت وبريزونتابل ونجموا نعطيوها لضيوفنا نجموا نعملوها في عشوات نجموا نزيدوا معها سوب ونزيدوا معاها فما حاجه عجبتني على الاخر اللي هي اللي هو البريك الصوابع هذيك اللومبيا اللومبيا اللي هي البريك الصوابع عملها برخه المنسوقه بتاعنا وتقول لكم على المكونات نتاعها كيف كيف نفرح برشا كي نلقى فما نقاط مشتركه مشتركه احنا ذي في رمضان وفي الفطار وفي الفطار اسمه بريك الصوابع بريك الصوابع ولا صوابع فاطمه صوابع 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 فاطمه اي اوكي والاخر زيد نضيفها سليري اي باش نحط شويه خضوريه هكا نتاع كلافس نعرفوا الكلافس يمشي بالكدا مع الفرويد ما يعني يمشي مع الكروفيت ومع القرنيش يمشي وهنا الطبق نتاعنا ما يخش في يدينا حتى 10 دقائق لو فات انه طاب الخضره نتاعنا النودلز جا احنا صمتناهم في الماء قداش يبقى وقت في الماء دقيقه يعني دقيقه مع سخونة مع سخونة اي في الماء سخون تحطوا الباد تقعد دقيقة احنا 7 دقائق 10 دقائق 12 دقيقة باه دقيقة وهذا يمكن ياخذ 7 دقائق هكا 8 دقائق او كفي درجين نجموا تعملوا العشاء هكا هو سي باه سي بون نخليهم من بعد باش نعملوا البريزونتاسيون نتاعنا نحطوها لهنا طبعا بعد ندرسيوها في الصحن هذايا المزيان ولي انا وياك فانا فرحانة نشتركوا في حاجة نحبوا الخضار اي تعمل دريساج نشد لك انا نحط لك تفضل نحط هذيك
لونها مزيان برشا وهاك انتم تتصرفوا تزيدوا العشا انا كنت تحبوا تزيدوا فيه ميسيرش ميسيرش اي ميسيرش ولا تحرحروها كيما تحب بورسيون هكا كيما تحبوا كان انديفيديوال ولا برشا عباد ولا مزيان برشا كيما قلت اللي مش باش يلقى البات نتاعهم تنجموا ولا وينها تتباع نجموا نعملوا مقرونه مي بطريقه اخرى بياسر مزيانه وياسر بنينه وفيها برشا منفعه يزي هكاك طبعا بعد نكملوا نزينوا الفوقاني احكي لهم شويه على على سبابة فاطمه نتاع اندونيسيا على لومبيا اللي هي اي لومبيا باش تقول لي على الفخس شنو هو نشوفوا فماش شي بوان كومون بيننا وبينكم فماش نقاط مشتركه يكفي باهي اهو هذه الصحن نتاعنا بعد ما تزين طبق ياسر مزيان ياسر مشره ياسر الوان محلاها كما تروا فيه وفيه ريحه بالحق صدقا معناها فما ريحه بنينه على الاخر اللي انا متاكده اللي احنا التوانسه نحبوها هي الثوم والبصل وبرشا بنا نتاع كروفيت كما قلت تنجموا تبدلوها بالدجاج او باللحم باهي جوست تحكي لنا فيس على الفارس اللي هو الحشو نتاع نتاع اللومبيا اي هذيك شعمن المكونات بين هذه ودجاج مفروم دجاج مفروم اي وكاروت كاروت كاروت اي سفناريا اي وثوم اي وبصل وبصل واوستر صوص قليناهم في الزيت اللي هو ذبلناهم من بعد حطينا لهم الصوص هذيك وما فيش عظم ني ما فيش عظم ما فيش كيف كيف ولا اذا كان تحب العظم حط نجم نحطوا عظم احنا تو باش نعملوها اندونيسي خاطر تونسي ولكن نزيدوا العظم باهي برشا الفازه معناها كيما كيف كيف كيما قلت لكم النجم وزيد نحطوا الخضره اللي ما يفيقوش بها صغارنا نجم نعملوها في الاولمبيا اللي هي تشبه للبريك السابع نتاعنا نجم نقليهم في الزيت ولا نحطهم في الفور اذا كان نحبوا اكثر صحي نعم وانا الزيت في الزيت حطينا دجاج كما قال لكم مفروم مع سفناريا معاه ثوم وبصل مقليين وحطينا معاهم سفناريا وحطينا معاهم الصوص اللي كما قلت لكم راهي تتباع في المحلات من بعد عملناهم صوابه باش نقليهم في الزيت هذا يشبه لنا برشا هذه حتى مورينا يشبه البريك يشبه البريك بريك تونسي بريك فاتن صوابع صوابع اي بريك صوابع اسمه بريك صوابع هوني فما برشا روايح وفما برشا بنه وفما برشا الوان سيغتو الالوان وبرشا منفعه وبالحق هنا اللي يعجبني في المطبخ الاندونيسي انه بالحق كل قدير وقدر وتنجم تتصرف وفما برشا خضره واللي بورسيون حتى نتاع كان كروفيت ولا دجاج ولا تتحكم فيهم الفايده في الفحات وفي طريقه الطهي اللي ما تاخوش برشا وقت واللي سيدات في البيت في بيوتنا الكل ولات الوقت عامل الوقت مهم ياسر نجموا مالا نعملوا الطبق هذايا المزيان ونجموا نعملوا به عشاء شكرا فرحان شكرا بعد نرجع ان شاء الله نعملوا البريزونطاسيون الاخرانيه نمشيو للفنان القدير لطفي بوشناق في نغم ومن بعد نكملوا فقرات الحصه نتاعنا ليس من طبع الشماتة في أحد وأرى الحياة تليق بي وبكل من لا يستبد لكنهم صرفوا ترابي والسماء مع البلد لم يتركوا لي من سلاح في يدي سوى الجسد يحيى السلام يحيى السلام لكنني لا أفهم هل نحن أشياء وهل بشر هم هل دمنا ماء وهل دمهم دم
أشياء وهل بشر همور؟ هل دمنا ماء وهل دمهم دم؟ يحيى السلام آل الأوان، آل الأوان لصحوة يا عالم. بيحكم تونسي الناس الكل، مرحبا بكل من يشاهد فينا. اذا مع الفقره الرياضيه واخبار الرياضه، والفقره اليوم باش تكون باش نخصوا الجانب الكبير منها للحديث على رياضه الحق في تونس مش ماخذه امبلور كبير ولا مش معروفه برشا، رغم اللي في العالم العباد تحكي عليها وقاعده تمارس فيها رياضه تتسمى قديمه، معناها من عام من اول الثمانينات نحكيوا على التايبو، رياضة تجمع بين الايروبيك والفنون القتالية. هذاك علاش بحذايا كوتش عبد السلام الترابلسي، مدرب لياقة بدنية اختصاص تايبو، ايضا متميز في عديد الاختصاصات، اما يمكن التايبو انت اخذيته اختصاص، ويمكن بارمي لي سول اللي في تونس معناها مختصين في الرياضة هذه. مرحبا بك. صباح الخير سي عاطف، صباح الخير الناس الكل، شكرا على الاستضافة. اول حاجة التايبو سي اون ديسبلين امريكان تعملت في الثمانينات وكانت ميلانجي انتر لا بوكس اي التايكواندو افيك لو ميوزيك ريتمي، وفي تونس بدات تاخذ في منعرج باهي ان شاء الله، وفيها الكوتي ارتستيك يقولوا ايروبيك، ويقول قايل كيفاش تجمع رياضه بين ايروبيك اللي هي هكا حاجه دوس وبين فنون قتاليه، كيفاش فنون قتالية إيماجيني يعني ماهيش 100% خاطر نتبعوا جوست لا ميوزيك بور فير اميوزمون أكثر منه فنون قتالية، نعملوا دي كوريوغرافي، نعملوا دي جيست باش نتوش تو لي ميوسكل البدن كامل يخدم، ونحاولوا نفرحوا العباد، نحاولوا نفرحوا جوستومون الكيستيون هوني، أي عبد ينجم يعمل التايبو معناها، ولا لازم بنية جسدية معينة عمر معين؟ اي عبد ساعات، فانا عندي الاعمار الكل، عندي من 16 سنه حتى ل 80 سنه، انا مدام معنا 80 سنه ما شاء الله. تبارك الله تبارك الله، معناها حاجه ديفولمو حلو. اي وكيفاش معناها الجيستويل نتاعها، كيفاش وقتها، شنو هي لي بينيفيك نتاعها؟ لي بينيفيس اون توش تو لي ميوسكل، نعرقوا بالكدا خاطر الموزيك كي ديريج دو نو، والحمد لله. مشكون انا فيتير داكورد به نواصلوا الحوار متاعنا. بخلاف التايبو اختصاصات، معنى كي نقولوا نحن مدرب لياقة بدنية، كنت تقولنا شنية الاختصاصات؟ نعمل ليكور الكل، ستيب ايروبيك ليا فونكسيونال، وهذا من كلهم شي يخدموا شنو كارديو 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 دي دي متنوعين، محوجنا خصوصي البريود هذه والكونفينمون والدنيا، ماذا بينا واحد يعمل ديفولمون ولو برومي ميديكامون في العالم هو السبور اللي يداوي برشا امراض ويبعدنا على برشا امراض ويوقينا من برشا امراض. باهي نختم معاك، تخلي نعطيك كلمه الختام، ايش تحب تقول في الاخير؟ نحب نقول مرحبا بالناس الكل، ثلاث خميس سبت احد بارك سيدي بوسعيد، برشا اميوزمون برشا جو، مشكور مشكور على الحضور، نورتنا اللي حضرت، ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله رياضه كيما هكا علاش ليه مراوهاش كيما صار في البريك دانس، ولات ديسيبلين في جوز اولمبيك، علاش ليه ما نراوش نهار تايبوت ولي ديسيبلين وتفرجوا فيه. مشكور مشكور. احنا نواصلوا مع اخبار الرياضه لليوم، واليوم باش نحكيوا على الفرق التونسيه اللي تشارك في الكؤوس الافريقيه، نعرفوا نهار 3 و4 فرقنا التونسيه يشاركوا في الدور التمهيدي سواء في الكاس الكونفدراليه الافريقيه ولا كاس رابطه الابطال الافريقيه، والبدايه مع النجم الرياضي الساحلي اللي سافر البارح للقاهرة
من أجل كما قلت مباراة الأولى في الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية باش يلاقي المقاولون العرب. النجم يغيب عليه أيوب عياد والمدرب المساعد سيلفانو اللي عملوا تيست قبل ما يطلعوا طلعوا تيست دونك طلع تيست نتاعهم بوزيتيف، نتمنوا لهم الشفاء العاجل دونك باش يغيبوا على رحلة النجم الرياضي الساحلي. في المقابل المقاولون العرب يغيبوا عليه تقريبا 14 ملاعبي كلهم مصابين بالكوفيد. نذكر المقاولين العرب يلعبوا مع سيف الجزيري ايضا هيثم جويني ووسيم نغموشي توينسا. سول سيف الجزيري هو اللي مصاب بالكوفيد، نتمنوا له الشفاء العاجل. مباراة باش تكون نهار 3 كما قلت مع 5 متاع العشية، حظ سعيد لممثل الكرة التونسية. أيضا الاتحاد المنستيري يلعب غدوة زادة على ملعب مصطفى بالجنات مع مصعتين، مباراة باش تكون منقولة على التلفزة الوطنية الأولى. غيابات بارزة في صفوف الاتحاد، زياد مشموم، يوسف العبدلي، فادي العرفي وفهمي بالرمضان، هذوما الكل الإصابة. إن شاء الله ما تأثرش في الاتحاد، وإن شاء الله إن شاء الله يجيب ورقة ترشح معناها يبداها من تونس إن شاء الله يعمل ريزولتا باهية. أيضا الترجي الرياضي نهار الأربعاء باش يكون مع موعد مع أول مباراة لي في الدور التمهيدي الثاني من كأس رابطة الأبطال الإفريقية، ترجي أهلي بنغازي الليبي. قائمة ترجي تسترجع سامح الدربيلي، غايلين الشعلالي وماهر بالصغير، في المقابل غياب كل من غيث من بنغيث وخليل شمام للعقوبة، ولاعب المنتخب الوسط اللي كما نعرفوا يشاركوا قاعدين في الدورة الترشيحية لكأس الإفريقية الميموني وبالريمة. أيضا النادي الرياضي الصفاقسي مش يلعب بالجمعة هذه، يلعب بالجمعة الجاية إن شاء الله، لكن تعرف على المنافس متاعه بما أنه اللي هو نادي المولدية الجزائري اللي تأهل بعد إزاحته لنادي بافلاس البنيني، اكتساحه للنادي البنيني بخمسة أهداف مقابل واحد. إذن هو باش يكون المنافس النادي الرياضي الصفاقسي إن شاء الله في المباراة الجاية. آخر خبر نختم به يهم كأس أوروبا لكرة اليد سيدات، البارح أزل الستار على بطولة أوروبا لكرة اليد فرنسا النرويج الفينال. فرنسا صاحبة اللقب ضد النرويج صاحب 7 ألقاب، النرويج يتمكن من إضافة 8 لقب ليه، 23-22 هي النتيجة النهائية. إذا كانت هذه أخبار رياضة لليوم، تلقاو إن شاء الله غدوة في أخبار رياضية جديدة، وتو نخليكم مع بقية برامج. شكرا لك عاطف، يعطيك الصحة وتحية لضيفك. هكا خذينا فكرة على آخر الأخبار الرياضية في تونس. بتبيع مواصلين فقرات برنامجنا، وسعيدة جدا باستقبال لبنى بدوي اللي هي مدربة التنمية البشرية. اليوم باش نحكي على أحاسيس الغضب وعلى أحاسيس الإحباط وعلى برشة تعب الحقيقة نحسوا فيه، برشة ظروف تخلينا يمكن نحسوا بنوعية الأحاسيس هذه، خاصة وإحنا نعديو ونودعوا في عام صعب شوية الحقيقة. نعم صباح النور قبل كل شيء. كالعادة نصافح جميع ليكيب صباحكم تونسي بالخير والسلام والمحبة. عام صعيب والغضب غضب أحاسيس أو مشاعر خلينا نقول خايبة برشا، لأنه في الغضب نفقدوا جميع التوازن اللي عنا، نفقدوا أهم حاجة اللي هي السلام الداخلي متاعنا اللي هي نوع من التوازن اللي يلزم يكون موجود عنا. احنا نشوفوا اللي بلادنا تمر عليها برشا ظروف صعيبة، والناس منيش باش نحكي على الناس في درجات، وإنما باش نقول جميع الشعب التونسي، الناس الكل، البريود متاع الكوفيد الخايبة، الوضع الوبائي بصفة عامة، الحسرة، التوازن متاع حياتنا كيفاش تبدلت، وحتى الكون راهو حب نقول لكم اليوم إنه الأرض الكل هالكون الكل يعرف برشة برشة تغيرات سواء مناخية سواء حتى في طاقة الكون. فكل ما ركزنا على طاقة الغضب إلا وخسرنا برشا باهي اللي عنا. إش قال الفنان الكبير لطفي بوشناق؟ قال طبيعة السلام. طبيعتي هي السلام، فأنا أهدي لشعبي أهدي لهذا الوطن السلام، كلنا يزمنا نتمتع بالسلام. ثم حاجة خطيرة على الأخر شنقولها اليوم، اليوم كل ما كان الذبذبات الغضب عالية إلا وخسرنا طريق السلام وخسرنا التوازن اللي يزم يكون موجود سواء في بيوتنا بين عائلاتنا أزواجنا أطفالنا. فإحنا ماناش محتاجين، نعرف اللي وضعنا صعيب
ماناش احنا الاولانيين ولا الاخرانيين، العالم الكل جائحه كورونا يضر الانسانيه الكل طبعاً. اليوم تعاني، اليوم الانسانيه الكل يد واحده ضد واحدة. هذا العدو يد واحدة. اللي الحقيقه ما زلنا نجهل عليه الكثير والكثير أكيد. اليوم تغير، اليوم طفره جديده، اليوم مخاوف كبيره، اليوم أكيد. الاقتصاد العالمي الكل متضرر، اليوم ازمه خانقه نفسانيا، نعم الإنسانية الكل تعاني، هذا الكل موجود الحقيقة. أنا نعرفها، نعرف اللي إحنا رانا في وضع كارثي، هذا على الكرة الأرضية الكل. لكن أنا اسمحوا لي أني نسأل كل واحد فيكم يسأل روحه، أي أنا شو يلزمني نعمل هنا؟ أسكو أنا يلزمني نزيد من هالطاقة الخايبة، من هالضغط الخايب، ونعيش حياتنا فك الزاوية الضيقة اللي هي تؤدي للانفجار؟ أم أنا يلزمني نختار سبيل آخر وطريق آخر للتفكير؟ على فكرة جميع الأشياء اللي نشوفوا فيها، جميع اللي نعيشوا فيه الكل هو موجود على مستوى الفكر والمشاعر. فكل ما كانت مشاعري سلبية، كل ما جبت سلبي، وكل ما أججت النار متاع الغضب متاعي، وكل ما كانت حياتي خايبة، تحبوا ولا تكرهوا اختاروا، هو قرار منا، هو اختيار. مهما كان الوضع صعيب اللي نعيشوا فيه اليوم، احنا قادرين انه احنا على الأقل نتمتعوا بشوية هدوء، نحاولوا نرزنوا شوية، نحاولوا نضبطوا جميع المشاعر تاع الغضب عليه. هذا نقولكم عليه، لأنه أثبت علميا كل ما تحكمنا في الذبذبات العصبية متاعنا، إيش نخرج من هرمونات؟ تقولي أنت كيفاش خرجها؟ بالمشاعر متاعي. عس على روحك، مشاعرك وين؟ إسكو أنت من الناس الهادئين؟ إسكو أنت تحاول توازن رغم الغضب اللي عندك؟ نعرف اللي هي حاجة صعيبة، تحتاج للتدريب، تحتاج للحكمة، تحتاج لأنك أنت تسمع، تحتاج يمكن زاد اليوم نلقاها في الرياضة أكيد. نلقاها في اليوغا، في غيره أكيد. كنا مع في كل شيء مع الكوتش عبد السلام، معناتها أعطاه بالحق حاجة حلوة برشا مجانيا. نعم. اليوم التوانسة ينجموا عندهم 3 أيام في الأسبوع يمشيوا ويعملوا أكيد. الرياضة، نوعية الرياضة تساعدهم حاجة أخرى، خرج الطاقة هذه الكل أكيد السلبية. حاجة أخرى، ماذا بيا الحلقات اللي تتأجج فيها الغضب واللي تأجج فيها العنف اللفظي ويتأجج فيها العنف الكلامي بين الناس، ماذا بينا نبعدوا عليهم؟ لأنه كل ما كانت ثم حلقات تأجج الغضب اللي عندي أو تشبع اللاوعي اللي عندي، فأنا راني نولي كالعبوة اللي في أي لحظة تنجم تترشق. فماذا بينا، ماذا بينا نحافظوا على هدوءنا، ماذا بينا حتى في ديارنا خفوا الوطأة شوية، نعرف اللي الغضب متاعنا قاعد يزيد، نعرف اللي احنا قاعدين ندخلوا في منعرج خطير، لكن ردوا بيننا الكل. كل ما انت حاولت على الأقل حاول تخرج من عندك ذبذبات مشاعر إيجابية على الأقل. نعم لبنى، احنا ما زلنا مواصلين الحديث معاك، لكن باش نمشي مباشرة مع زميلتنا نورس التليلي، موجودة في تونس العاصمة تحديدا في شارع حبيب بورقيبة بالطبيعة، ويظهري في المسرح البلدي على خاطر اليوم فما حملة اللي فيما يخص جائحة كورونا والكوفيد. اليوم الناس اللي تحب تعمل تحاليل مبادرة من بلدية تونس. كما قلت مني صباح الخير ليك ولمشاهدي القناة الوطنية الأولى، احنا موجودين في شارع الحبيب بورقيبة في مبادرة لتقصي عن فيروس كورونا، الفيروس اللي يعيش على وقع العالم الكل. اليوم باش يكون معنا الدكتور عبد الجواد الجوادي، مختص اكيد باش يحكي لنا على التحاليل السريعة هذه. عندنا مخبر خاص ناخذ معاه اكثر تفاصيل عن المبادرة هذه. كما قلت احنا كشركة لصناعات الأدوية، احنا اليوم دورنا في اطار المبادره هذه اللي فيها 3 اطراف، نحب ناكد اللي تجمع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص باش نواجهوا الفيروس كورونا. فيها المتداخلين اللي هي وزاره الصحه ممثله في الاداره الجهويه بتونس، كذلك فيها بلديه تونس داير كانت بحذنا حاضره شيخه المدينه الدكتوره سعاد عبد الرحيم، اي كذلك فيها احنا كلابوراتوار فارماسيوتيك نصنعوا في الادويه. دونك احنا دورنا كلوجيستيكي باش نساندوا ونعضدوا مجهودات الدوله في التوقي من هذا الفيروس. دونك اليوم دكتور عبد الجواد، كيفاش تم التنسيق ما بيناتكم اليوم باش تجتمعوا هونيا باش تامنوا هالكم الهائل من التحاليل للجمهور؟ يعطيك صحة، احنا دورنا معناها كقطاع خاص باش نعاونوا باش نوفروا الاليات، نوفروا الامكانيات حسب متطلبات الوزارة اللي تطلبها هي. دونك احنا على ذمة وزارة الصحة في كل وقت، وهذا هو دورنا. حسينا انه الواجب الوطني متاعنا باش نساهموا باش نوفروا اي حاجة
تطلبها وزارة الصحة وإلا بلدية تونس، لأن المبادرة هي ثلاثية ما بين ثلاث أطراف هذه. وكما تشوف اليوم إيفنمون ناجح برشا، كمية الناس اللي جاوا كمية كبيرة، الناس كل تحب تعرف شنية الحالة متاعها، إسكو هو حامل الفيروس وإلا لا. دونك هذه هي اليوم الهدف متاع المبادرة متاعنا، واللي هي مبادرة ناجحة، واللي نأكدوا اللي يكون باش تكون على ثلاثة أيام. دونك خلي بعض الزملاء في وزارة الصحة يقولوا فين غدوة بعد غدوة، على ثلاثة أيام كمية كبيرة من اللي تيست، باش أي مواطن تتوفر له الفرصة باش يعمل تيست، ونأكدوا لكونه مجاني. كما قلت الدكتور عبد الجواد، بما أنها هي مبادرة ثلاثية الأطراف، لازمنا يكون حاضر معنا عن وزارة الصحة الدكتورة كنت قدم لنا له دكتور نفيسة صغير، مديرة الصحة الوقائية بالنيابة الإدارة الجهوية لصحة تونس. اليوم قديش وصلتوا تحاليل حتى الآن، تحاليل إيجابية؟ حد الساعة هذه عملنا قرابة 230 تحليل سريع، فما زيادة تحاليل، عملنا تحاليل باش نوجهوها للمخبر باش نزيدوا نتأكدوا من النتيجة. عملنا بريسك 220، لقينا توا بريسك 20 بوزيتيف، 20 تحليل إيجابي. بربي نحب نزيد نوضح الإطار متاع الحملة هذه. هو الحملة هذه راهي عملناها في إطار حملات قامت بها وزارة الصحة منذ مدة، اتصلت بينا رئيس البلدية متاع تونس مشكورة وحبت تشارك في الحملات اللي احنا ديجا قمنا بها وبدينا قمنا بها، معناها على المستوى الوطني في الجهات الكل في التابعة وزارة الصحة. الحملة هذه هي للتقصي والتشخيص المبكر للحالات اللي حاملة الفيروس. الحاصل معناها الهدف الرئيسي هو باش نحدوا من انتشار العدوى، باش ما نزيدوش، خاطر تعرف الحملة هذه جات مع العطلة المدرسية والعطلة الجامعية اللي العائلة التونسية في العطل تجتمع وفما مخالطة، دونك حبينا نعملوها بالتزامن مع العطلة، تحسيس للمواطن بدوره الفعال في الحد من انتشار الفيروس، وباش نشوفوا عناش حالات إيجابية قاعدة ما في بلهاش برواحة، إيل سيركول دون لا ناتور، دونك وهذاك ديجا لقينا 20 حالة، تصور أنت هذوك ال 20 حالة يمشي. سامحني قصيت عليك، اما كنا نتفاعل معاك ال 20 حاله هذوما توا اللي هما حالات ايجابيه وكانوا سيركيليو، معناها ما بيناتنا وما نعرفوش عليهم توا، وين باش يتم توجيههم، كيفاش باش يتم التعامل معاه؟ افكتيفمون احنا الحالات الايجابيه اللي لقيناها ديريكت قلنا لهم اللي يلزم توا يلتزم بالحجر الصحي، يلزم يتوجه للمنزل نتاعه ويشد الحجر الصحي، ما عادش يخرج، يلتزم بالاجراءات الوقائيه اللي هي حمل الكمامه، التباعد الجسدي، غسل الايدي بانتظام، لايغاسيون تاع الدار، لا ديزانفيكسيون، فما اجراءات كامله اللي قمنا وحسسناهم بها، الاتصال بالطبيعه بالطبيب المباشر باش يعطيه الوصفه الطبيه لحالته هذه، وخاصة راهو الالتزام بالحجر الصحي، يلزم ما عادش يخلط عباد باش نحدوا بيان سور العزل باش ما نحدوا من انتشار العدوى. يعطيك الصحة، خلي يعطيك صحة دكتور، كنت نجم باش يلتحق بنا ممثل عن بلدية تونس نتعرفوا عليك. عايشك دكتورة عفيف حمدي، طبيبة للصحة العمومية، رئيس لجنة حفظ الصحة في بلدية تونس. دكتور قديش باش يقعد التحليل السريع هنا في وسط العاصمة؟ هو نحن هذا في نطاق الشراكة ما بين بلدية تونس ووزارة الصحة، بمبادرة من السيدة رئيس بلدية تونس مدام سعادة عبد الرحيم، فكرنا باش أننا نعملوا حملة تقصي، حملة تيست غابيد، هذه بي سي غابيد اللي هي باش تشمل دائرة باب حر اليوم، وغدوة إن شاء الله باش تكون في دائرة العمران الأعلى. ثلاثة أيام هو اللي اثنين وثلاث، لا هو نحن بريفو نحن في كل دائره باش نعملوا 300 تيست، وين يوفيو لي 300 تيست معناتها توفى الحمله بدات الكميات مش بالسويعات. هو كما ترى اليوم هاو القبال تبارك الله كبير وباش يوفيو معناتها لي تيست، وما لبيناش حاجه المواطنين الكل. بدينا معناتها انطلقت من الساعه 8:30 تاع الصباح، حتىكش توا ممكن حتىكش حكيت ماضي ساعه هكاك نكملوا. فهمتني، عايشك ميرسي. يعطيك الصحة منى، هكايا كانت النقطة الخارجية، نجمو كان نحييو المبادرات هذه اليوم اللي كانت موجودة واللي باش تتواصل على مدى ثلاثة أيام، عندك الكلمة في البلاتو. شكرا لك نورس، وتحية لك وتحية للفريق التقني اللي يعمل بالطبيعة اللي خرج معك توا مباشرة من شارع الحبيب بورقيبة، وإحنا مواصلين بالطبيعة الحديث مع لبنى بدوي بإيجاز. لبنى باش أخلي كلمة الختام، لأنه السادة المشاهدين اللي توا التحقوا بنا رانا اليوم
قمنا بتحية الحقيقة للعلاقات التونسية الأندلسية في الذكرى 60 للعلاقات الدبلوماسية اللي رافقونا بالطبيعة مجموعة من الخيان كانوا حاضرين معنا. وكذلك الأكلة اليوم كانت بأنامل الشيف فرحان ومعه شيف أسماء بالطبيعة، واخذينا أكثر تفاصيل على طريقة تحضير الأكلة هذه بالطبيعة اليوم مع الغضب اللي قلنا نحسوا به وهذه الأحاسيس السلبية. شنو هي الرسالة الأخيرة؟ الرسالة الأخيرة اللي نقولها إنه يلزم كيف ما توا كنا نتفرجوا، يلزمنا المبادرات تكثر، يلزمنا جمعيات منظمات الناس تخرج تعبر على كل ما هو سلمي كل ما هو تضامني، يلزمنا الناس الكل نحسوا إنه إحنا رانا يد واحدة. نعم. صوت واحد، الوطن هذا يضمنا لا للغضب. اليوم يلزمنا نحاولوا كيفاش شعارات السلم كل نخرجوها مهما صار معنا في بلادنا. نعم. لأنه اليوم وقت اللي أنا نتضامن سلميا ونحاول نبعد على كل ما هو يأجج المشاعر نتاع الغضب في البلاد هذية، أنا راني في الأخر بكل معركتنا ما هوش مع العنف أو مع الغضب، معركتنا الحقيقية إنه إحنا نقعدوا سالمين غانمين في وسط هذا الكل. أنت تعرف هاو الكوفيد تقول تحكي عليه تقول إنه هو قاعد يتطور الفيروس، فإحنا ردوا بالنا نلتزموا بكل ما هو معناها نظام صحي، ثم أكثر من هكاي نكونوا على الأقل كيف ما قلت نمشي نشوفوا قاعات الرياضة، نحاولوا نعملوا سبور، نحاولوا نعملوا موسيقى، نحاولوا نخرجوا، نحاولوا نلتزموا لكن باحتياط، ما نحاولوش بالله نقربوا للمشاعر نتاع الغضب اللي تنجوها داخلنا للاسف الشديد هي تضرنا وتضر كل ما حولنا. صحيح، هو الحقيقه حتى يمكن كما قلنا مهم برشا اليوم هل المشاعر السلبيه نتخلصوا منها، ومذكر السادة المشاهدين للاسف اليوم معناتها نفيقوا على فاجعه الحقيقه استشهاد ثلاثه من الحرس الوطني من تلقى الحرس الوطني في تأدية الواجب نتاعهم مرافقين. نعم. لسيد وزير الداخلية كانوا في معناتها ماشيين في زيارة للقاصرين، وفما زوز في حالة بتبيع إن شاء الله ربي يشفيهم مجروحين، زوز مجروحين وثلاثة توفوا. والحقيقة كنا خذينا أكثر تفاصيل مع الناطق الرسمي باسم الداخلية سيد خالد الحيوني، ومرة أخرى نقدموا تعازينا لعائلاتهم وكذلك للشعب التونسي الكل. كما قلنا الحقيقة فاجعة كبيرة اليوم تخلينا، هذه هي معناتها خليط من المشاعر، تخوف من كورونا، تخوف كذلك ماناش محتاجين المشاعر هذه، ماناش محتاجين نخسروا حتى فرد من بلادنا. الحرس الوطني اللي تحكي عليه أو الطلاقة أو الحامين لهذا الوطن هم أولادنا وهم جزء منا، وأنا نقول كل واحد كل واحد نخسروه من بلادنا رانا ماناش باش نعاودوا ونرجعوا، ويلزمنا نحافظوا على السلام ونحافظوا على هدوءنا حتى نمروا من هالأزمة هذه إن شاء الله. أمين. وكذلك هو بعد حين إن شاء الله باش ناخذوا بسرعة مكالمة هاتفية من سيد نوف المعاوية رئيس مصلحة علم الفلك بمدينة العلوم، على خاطر اليوم باش تصير حاجة استثنائية فلكية باش ناخذوا أكثر تفاصيل بالطبيعة ما نجموش ما نحكيوش عليها اليوم، ما نجمناش تحصل عليه كان المفروض يكون معنا، لكن بطبيعة تظاهرة فلكية مهمة برشا، ظاهرة فلكية ممكن شغود وإن شاء الله ظاهرة فلكية. وسمحني منى باش نقول حاجة على هذيك، قلت لكم اللول راو الكون الكل قاعد يمر تغيرات، فننتبهوا نحاولوا التغيرات هذيك راهي تأثر في طاقتنا وتأثر حتى في مشاعرنا، فننتبهوا راه ما فماش تغيرات اللي نعيشوها أكهو، ليس كل ما يقع علي عيني هو هذاك هو اللي باش يصير معايا. نعم. هناك برشا حاجات اللي أنا نستشعرها في المشاعر. نعم، شكرا لك لبنى بدوي، يعطيك الصحة. احنا تو باش نمشيو بحذا الشيف فرحان والشيف أسماء بالطبيعة نشوفوا دبارتنا بالنسبة اليوم، دبارة الأندونيسية اليوم، وكذلك هكم قاعدين تشاهدوا ورايا في مجموعة بالطبيعة من الأندونيسيين اللي حاضرين معنا ونورونا استوديونا اليوم باللباس التقليدي الأندونيسي. لك الكلمة شيف أسماء وشيف فرحان. شكرا منى، اليوم أنا وليت اسمي شيف فرحانة خاطرني فرحانة على الأخر بالحق، اليوم اكتشاف عظيم واكتشاف ياسر محلاه. شكرا شيف فرحان، بارك الله فيه، ما بخلش عليا بحتى معلومة، تبارك الله كما ترى وبرشا ألوان وبرشا حاجات مزيانة. أنا اليوم اكتشفت الكروبو اللي هو أباز دو كروفي اللي نحب نقول لكم اللي هو يعوض الخبز عنا نحن اللي هو الكروبو هذا اللي مصنوع من الكروفيت. كيفاش باش نعمله؟ باش نحطوا الزيت باش نحطوا فيه الكعبه هذيك، شوفوا كيفاش باش تولي كيما هكا.
معناها الكروبو هذاك يولي في الحجم هذا يقعد يدور فيه اوزرها تتنفخ بسياش 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 تتنفخ وتتحل من بعد هايكا هذاك لو كروبو كيما قلنا اللي هو اباز دو كروفيت اللي هو بالكروفيت اللي هو يعوض الخبز كيف كيف يتباع يتباع في الحجم هذايا ونحن نقليوه ويولي لنا بالحجم هذايا محلاها كوجينتكم هذه ست ايام هكا ولا صحيحه بي وميكورين ميكورين ولومبيا والكروبو هون كملنا الاطباق نتاعنا اطباق ياسر مزيانه بالحق اذا كان فاتتكم الحلقه عاودوها على اليوتيوب بالحق اكتشفت ياسر مزيانه اللي برودوي اللي باش تشوفوه مستعملناهم راهم يتباعوا في السوق التونسيه اللي هي برودويات اندونيسيه الكلمه ليك شيف فرحان شكرا اذا في الاخير نقدم ثلاثه ماكولات من اندونيسيا هذه بروشيت بالدجاج وهذه ميغورينغ بكريفيت والاخر يعني لومبيا او ما نسميه سبرينغ رولز سبرينغ رولز وذ دجاج ان الخضروات يعني الاخير هذيك كروبوك كروبوك مكونات من كريفيت ايه وكما سبق وقلت لكم ان الكوجينه اللي شنو اللي مزيان فيها انه نجم نعوضوا الكروفيت بالدجاج نجم نعوضوا يعني كل قدير وقدر كل قدير يقدر وقدره وقدره وبصل الاخر شو اسمه بصل سبقي ريت انا حفظت اربع كلمات ولا خمس ما غلطتش بصل سبقي ونشكرهم شكر كبير 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 خاطر ودوا الفريق العامل الكل جابوا ماكله طيبه ياسر بنينه هذايا نفسه بالكوفير بكل شيء بارك الله فيكم بارك الله وشكرا شكرا وشكرا لكم الكل وكان شرف ليا اني تعرفت على هالمطبخ المزيان وعلى هالشعب الخلوق المتربي المزيان نهاركم زين وشهيه طيبه وملتقانا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده شكرا لك كشف أسمى شكرا لك كشف فرحان نورتنا كذلك شكرا لكامل الضيوف بتاعنا اليوم بالطبيعة كما تشاهدوا هذه الملابس التقليدية الأندونيسية الحقيقة هذه كان برنامجنا خاص بالعلاقات وستينية العلاقات الدبلوماسية التونسية الأندونيسية بالطبيعة برنامجنا يوفا نوصل لنهايته بالنسبة لليوم إن شاء الله نتلقاو معاكم غدوة ابتداء من العاشرة صباحا أنا ما بقى لي كم باش نقول لكم إلى اللقاء وشكر كبير لكل الفريق الحقيقة ولكل التنسيق اللي صار خاصة مع مدام ريم يعطيها الصحة شكرا لها بالطبيعة على المجهودات الكبيرة ريم فرجاني يعطيك الصحة وكل العاملين